لكن الشيء المؤسف انه يعني شفنا نفس الاطراف اللي تحاول يعني تزرع الفتنه، وهذا امر غير مقبول. وحنا نقدروا نسموها هذه حاله يعني ما يعني ما صارش جمعيه، هذه نقدروا نسميها بصريح العباره صارت عصابه. بما انه كل ما يلمس المصلحه الجزائريه احنا راح نكون معهم يعني بالمرصاد. اليوم غير مقبول وغير مسؤول وغير مقبول جدا انه اللجنه الاولمبيه الممثل تاعهم يغيب على المجتمع على الاجتماع المهم جدا. اعطيني وش من مبرر انه هذا الشيء، ولا حتى اللجنه التقنيه اللي هي عندها مهامها اللي هي تحضير ولا حتى تحضير الالعاب.